مزاد زغليل زاجل للبيع في دمياط، مزاد جديد. الناس اللي بتسأل على المزاد والناس اللي عايزة زغليل، ده مزاد جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم. ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة مزاد زغليل زاجل للبيع في دمياط. طبعا الناس اللي حضرت معايا قبل كده المزادات عارفين شروط المزاد، ازاي انا ببيع. احنا عموما بنبدأ سعر المزاد، اخر كام مزاد كده كنا بادئين من سعر 50 جنيه للجوز، وبرضو المزاد ده هنستمر على نفس الطريقة. بداية سعر المزاد، اي جوز زغليل او شباب فيهم يا جماعة زغليل فكة ريشة وريشتين، فيهم معظمهم زغليل معتمدة ما عدا الجوزين دول تقريبا، اللي هما جوزين الزاجل دول هنشوفهم. طبعا انا هقسم الحمام او الزغليل على مجموعات علشان اللي عايز حاجة يشوفها كويس، وهنصورها مجموعة ومجموعة. وطبعا شرط المزاد الاشتراك في ويكتب في تعليقات، اللي يشارك في المزاد يكتب في تعليق انا بدأت ب50 يزود عن السعر اللي انا قايله ايا كان، بس في تعليقات الفيديو نفسها في اليوتيوب. طبعا هيشوف التعليق اللي قبله كتب كام ويزود عنه. معلش رجاءا يقرأ التعليقات اللي قبله، شوف هو كتب كام على المجموعة اللي هو عايزها، وان كان حد كتب مثلا 55 يقول هو 60 وقال 60 يزود عنه، ايا كان يزود عنه، المهم يكون زيادة عشان محدش يحرجني ويقول لي انا عايز المجموعة كذا وهو في حد تاني عايزها. تمام. طيب ده بالنسبة للمزاد. الناس اللي ما بتحبش المزادات، الناس اللي قال لي طب ليه مزاد ما تقول سعرك على طول؟ طيب انا هقول له سعر على طول، لكن مش هديله غير بعد انتهاء المزاد، الا اذا فاض حاجه من بعد انتهاء المزاد. انتهاء المزاد يا جماعه يوم الجمعه القادم، ان شاء الله يوم الجمعه القادم الساعه 12 مساء، بعد كده مش هيبقى في مزاد، هنبقى يعني بيع حر. اللي عايز بعد كده من غير مزاد اي جوز هيختاره، الجوز ب 120 جنيه. تمام. احنا بدانا من بالمزاد سعر الجوز ب50 من غير مزاد، لكن بعد انتهاء المزاد الجوز ب120. طبعا هو البيع مش هيبقى بال50، الناس اللي هتزود على اعلى سعر هياخد، وطبعا اللي هياخد كل المجموعات هيكون له الافضلية للي هيطلب كل المجموعات على بعضها يا جماعة. طبعا الشرط الاول اللي هو الاستلام في دمياط، اللي هيكتب لي تعليق وهيرسل عليه المزاد هكتب له رقم الموبايل يتواصل معايا او يتواصل معايا على فيسبوك. وزي ما قلنا الاستلام في دمياط، المعاينة والاستلام في دمياط. ونهاية المزاد الجمعة. طبعا انا بصور دلوقتي النهاردة الحد ان شاء الله، ففي 5 ايام ان شاء الله يعني او 6 ايام بالنهاردة، يكونوا دول كبروا شوية في خلال ال6 ايام دول. طيب انا هقسم الحمام او الزغليل في كراتين زي كده على مجموعات، ونوري لكم مجموعه مجموعه، ونسميها المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه، المجموعه الثالثه، وهكذا، علشان اللي محتاج حاجه معينه يطلبها مني. هنبدا على بركه الله المجموعه الاولى. لكن قبل ما نبدا يا جماعه لايك لو سمحتم من فضلكم، انا محتاج اللايك جدا عشان الفيديو ينتشر. المجموعة الأولى زي ما قلنا هو 3 جواز، 3 عشوش زغليل زاجل أسود. بداية المزاد في كل المجموعات يا جماعة، بداية المزاد الجوز أو العش ب50 جنيه لكل المجموعات. تمام. دي المجموعة الأولى. نجيب المجموعة التانية علشان ما ناخدش وقت أكتر من كده. بالمناسبة المجموعة الأولى معتمدين لسه ما فكوش ريش. تمام. اهو بسم الله ما شاء الله حجم وصحة تمام التمام.
المجموعة التانية الجوز وفرد دول بس. ليه بقى الجوز وفرد دول بس لوحدهم؟ لان دول فكين ريشتين، فيهم فرد فكك ريشة وفردين فكين ريشتين. الجوز وفرد دول او التلات حمامات دول يعتبروا شباب، فبرضو بداية سعر المزاد فيهم 50 جنيه. تنساش الاستلام في دمياط وتكتب تعليق للفيديو، لو نشرت الفيديو على فيسبوك لا مش هنبيع الفيسبوك. تسليم بعد نهاية المزاد، نهاية المزاد الجمعة، التسليم ان شاء الله السبت. اللي هيرسل عليه المزاد هيعرف من التعليقات، يقرأ التعليقات اللي هو اعلى سعر هو اللي هيفوز بالمزاد على اي مجموعة من المجموعات او كل المجموعات او مجموعتين زي ما تحب. دي المجموعة التانية، ندخل على التالتة. المجموعة التالتة تلات قصوص زاجل كله طبعا ازازي وفيهم فرد مفصص. معتمدين طبعا لسه مفيش فيهم حاجة فكت ريش دول المجموعة دي، لكن كلهم معتمدين بسم الله ما شاء الله. شايفين ما شاء الله جمال الزاجل، صلى على النبي كده وقول بسم الله ما شاء الله واكتب تعليق وتوكل على الله. حمام بالضمان بسم الله ما شاء الله. دي المجموعة التالتة، فاضل لنا مجموعة واحدة ان شاء الله، وبعد كده نوريكم عينة من الاهالي. تمشيش اللي ما تشوف عينة من الاهالي، الزغاليل الزاجل مش بتبان، الاهالي هي اللي بيبان شكلها ايه. نخش على المجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة بسم الله ما شاء الله تلات جواز، الوان مختلفة زي ما حضرتك شايف، فهم واحد اسود لكن احنا اخترناهم كده لان دول اصغر اعمار، لكن هو لسه ان شاء الله 5 ايام هيكونوا اعتمدوا على نفسهم باذن الله في ال5 ايام دول. كل المجموعات لو انا نسيت قبل كده قلت اقول على مجموعة، كل المجموعات هيبدأ المزاد فيها من 50 جنيه للجوز على كل المجموعات. سعر العش 50 جنيه للجوز بداية سعر المزاد، زود زي ما انت عاوز، اللي يحب مجموعة يقول، لكن دول اصغر اعمار للي يحب يطير، اللي يحب يعود الحمام على المكان. لو هتطير يبقى ده احسن حاجة ليك اللي هو لسه مطرش خالص. لكن يا جماعة لازم تكون عارف حاجة، ان انا ما بطيرش الزغليل اللي طارت عندي دي او اللي معتمد على نفسها او اللي فك ريش، هي طايره في المكان بس كده. انا مقفل شبابيك زي كده اهو، انا مقفل بسلك، فما فيش عندي زغلول طار في السماء ولا شاف الجو خالص. انت مجرد ما تقص جناح او تعمله ببلاستر هيتعود عندك على المكان عادي. انا مقفل بشبابيك، الحمام ما خرجش عندي، ما طارش، ما شافش السماء خالص. يبقى دي المجموعه الرابعه والاخيره. طيب هنشوف عينه من الاهالي علشان الناس اللي بتحب تشوف الاهالي. Thank you.